طبعا قاعد تسمعون اطلاقات النار على المتظاهرين، تفرقه المتظاهرين والغاز المسيل للدموع. ما اعرف شنو اللي صار، يعني هذا قمع علني، قمع علني للمتظاهرين، قمع علني لمطالبين الحريه، قمع علني للمطالبين بحقوقهم، قمع علني. اين الديمقراطيه التي تتكلمون عنها؟ اين حق الدستور الذي كفله المواطنين في المطالبه في حقوقهم؟ مواطنين عزل، متظاهرين عزل، لا يملكون سوى العلم العراقي وكلمه عاش العراق. يجازون بالاطلاقات الناريه والقنابل المسيله للدموع.